تشهد المحاكم في الفترة الأخيرة تزايداً في قضايا تتعلق بانتحال الشخصيات والتي في الغالب يكون أبطالها مواطنون عاديون ينتحلون صفة موظفين سامين في الدولة وضباط في الجهاز العسكري بغية النصب والاحتيال على البسطاء. يعني الأمور الظروف التي أدت إلى تصرف هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة هي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى التي تعرفها الجزائر والتي عرفتها في السنوات الأخيرة، إضافة إلى أنه في ذهنيات هؤلاء أن الموظفون السامون في الدولة أو الضباط السامون هم الذين لديهم نفوذ ولديهم القوة، يعني تبقى هذا في ذهنياتهم للحصول على الأموال. قانون العقوبات الجزائري في قسمه الثامن المتعلق بانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها يعاقب بشدة على هذه الجريمة لما لها من خطورة في المجتمع وإيهام الآخرين بالنفوذ. قانون العقوبات يعني يعاقب كل من ينتحل صفة الغير، خاصة إذا كانت انتحال هذه الصفة الغرض منها هو الابتزاز أو الحصول على أموال بغير حق، إيهام الناس بالحصول على مقابل ما، وهذا يعني العقوبة تاعه تكون رادعة وقوية، يعني وهناك حتى ظروف التشديد. رغم الترسانة القانونية التي يعتمدها القضاء الجزائري لردع هذه التجاوزات القانونية، إلا أنه يتوجب على المواطن أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأشخاص المشبوهين والتبليغ عنهم.